قبل يومين فاجأت العيال برحلة بالباص هذا. الشيء الحلو إنه ما حد فيهم يعرف وين بنروح أو حتى وش بنسوي. وعشان أختصر لكم السالفة، الحين العيال مرة تعبانين بعد سالفة التزلج والطيحات اللي صارت لهم، وكأنهم بدأ شوي يشتكون من الرحلة. بس زي ما تعرفوني أنا مرة طيب، وأهم شيء عندي راحتهم. أذاني يلا اقوالي خلاص قمت اكيد. لا من جد اهم شيء عندي راحتهم، فعشان كذا حجزت كوخ نروح كلنا وننام فيه. بس المشكله كانت ان السياره مره كبيره وما نقدر حتى نوصلها للكوخ، والحل كان اننا لازم ننفصل جروبين، ناس بياخذون السياره وينامون فيها وناس بيرتاحون وينامون بالكوخ هذا. ثلاث يلا تعال. يا البرد ول وش ذا؟ وش ذا؟ في الأسطورية شغل العدل يا مليون مرة. هذه الشقة زي ما تشوفون اللي اخذناها، عندنا هنا عيال. طبعا العيال اول ما جينا على طول خشوا، انا قلت لهم لا تخشون، خشوا على طول شافوا كل شيء، فسويت لهم عقاب انه يرجعون يمثلون في كل مكان عشان ناخذ اللقطات هذه الرياكشن. عندنا هنا الصالة، صالة جمودية، طبعا ستايل المكان زي ما تشوفون كله خشب. عندنا هناك الطفاية. طفاية؟ وش ذيك؟ مو طفاية، معليش معليش. مدفع مدفع، معليش. ها دفاية كيف، يعطيك العافية ابو النيف، معليش نسيت انا. وهذا الكذب مريح، افضل من الار في ولا؟ تستهبل والله، اريح من الار في. الشقة افضل من الار في، ما في صوت الشباك صوت الكهرب حق الباص. طبعا في الرحلة هذه العيال ما يعرفون وش بفاجئهم فيه، وقلت لهم قانون اول ما ركبنا الباص ان ما حد يسبقني ويخرب المفاجآت عشان ما يخرب الفيديو. المهم واحنا طالعين للكوخ تاخرت العيال يعني بس شوي لاني كنت اصور وزي كذا، واول ما وصلت لقيت الشباب تاكين بالصالة ومروقين وخلاص يعني شافوا كل شيء، فسويت لهم عقاب انهم يرجعون يمثلون كل شيء. لا يا لبي صياح صيح اكثر. ليه وش ذو؟ اوكي وش اصبر، اطلع فوق وانا اسوي ايش ذا يا مليون. زي ما تشوفون احنا تقريبا في السطح، تشوفون ذا البيت مثلث من فوق، هنا عندنا سرير على اليسار وهنا في سرير ثاني. كويس، يعني تقريبا في السطح هنا في الدور الثاني 4 سرة، بس ان شاء الله بنحشرهم بنخلي اكثر ينامون هنا. هنا عندنا مدفأة ثانية، ما طلع الهواء. اوكي زبد ان في مدفأة هنا، اتوقع ان هذه شكل، تعرفون هذول اللي فوق مسلكي لهم ذا الشيء، انا تحت عندي مدفأة في غرفتي، اكبر غرفة في المكان. ابي المرة ذي اقوى كذا. هذا المطبخ يعني كانك اكتشفناه تو. اي كانك توك شفته. اوكي كانكم قطعوا يسار مين. ايوه هذا المطبخ، المطبخ حقنا ذا. عندنا هنا المطبخ. ايش عندنا هنا؟ دولي. اوكي في مواعين جاهزة، طبعا تقوم الصباح زي كذا تاخذ فطورك وين تكي، ما تاكله وانت واقف، لا في طاولة، فتجي تكي في الطاولة هنا والفطور تاكله. اوه اهم شيء كافي ميكر، لان زي ما تعرفون ما يبدا اليوم الا بشرب الكافي. هذه البلكونة كذا اوف. يلا واحد اثنين ثلاثة يلا اوف يا البلكونة الجامدة. البلكونة، لحظة خليني اجرب الكرسي ذا، من زمان كان ودي اجربه، دائما اشوفه في توم وجيري والاشياء ذي، فا اخيرا حققت واحدة من احلامي. زي ما تشوفون البلكونة هذا مشبك فيها عشان الحشرات والاشياء ذي ما تخش، لانه احنا تقريبا في غابة فوق جبل، مو في غابة احنا فوق جبل وبرد مرة، فما نبغى حشرات ما نبغى شيء. اتوقع الصباحية بيكون في منظر هنا، لاني ما ادري ايش فيه هنا، ظلام ليلة زي كذا، فاتوقع بكرة الصباح بيكون منظر جامد. وش اقول هذا؟ لا احمن بينهم هنا. اوكي اول شيء كانك ما تدري بدنا نخش هنا. اوكي مين بينام هنا؟ والله حسني من زمان ما نمت طول الرحلة ما اعرف اتكلم اول شيء طول الرحلة، ثاني شيء ما قاعد انام زي الناس. فعندنا هذا السرير، اكبر سرير في السكن ذا كامل، ومن بينام فيه؟ اكيد انا ابغاها الاسطوره، بنام هنا لحالي والعيال بصرفهم فوق. واحد اثنين اوف في حمام بعد هنا ولا شيء. هذا افضل مكان، هذا المكان اللي العيال كانوا يعانون منه، اللي كل ما تحركنا شيء يا ايوه ما بنتراوش. هذا هو الحمام، وانت بكرامه نقفل ذا لانه ما له داعي، اتوقع ما له داعي. الشاور، يا الشاور عندنا هنا مكان مره كويس، الصمبو الشامبو ذاك بفلوس طبعا، فشيء مره مو كويس، اي شيء كذا قلت لكم بفلوس، يعني حتى اتوقع المناشف دي بفلوس ما ادري،
بس انا كل شيء اغلب الفلوس. قاعد تصور باقي ولا خلصت تصوير؟ كيف الكاميرا لا؟ افتح الورق. افتح الباب يلا لا لا لا. لس جو. ها؟ خلاص انا بس انام والله. تروح تنام؟ ليش؟ لسه ما بدت الليلة. الساعة 2 فاضي لك انت. ما مقبالي لسه المحتوى ما خلص. تونا بدينا المقطع طيب. شو تسوي؟ ما ينفع؟ انا ضيعت ساندوتشي قلت لك لا تخلي شيء معاي، تعرفني اضيع الاشياء، لا تخلي شيء معاي. ضيعت حقك وحقك. أول مرة في حياتي اضيع أكل، طالبين وجبة كذا ضيعتها. مشكلة صحنين. يلا يلا عافي ناخذ أكل نواف ومقبال ما يقصرون. ايش فيك؟ ما بنسهر مع بعض يا نواف، أنا وياك أخوي يا أبوي ها كفك. حبي يا أبو اليوم. خلاص؟ تقسم لي؟ لا. اسمح لي والله. أنا والله عندي إحساس إن مقبالي نصاب. عليها كتابة بضقع وجهك. إيه؟ عليك؟ حقي يا أبو دعوة. ليه؟ حقي. أنا حقتي كان عليها ما لها كتاب حتى هي. حقتك ولا شيء أودي حقي. والله جديد. نفسي والله نفسي فيها. أنا ما أشوفها وأدري إنه جديد. والله نفسي فيها ما أدري كيف بياكلها. يلا خذ. في حمام حي الشباب اخيرا وصلوا. كفو 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 المضحين المضحين. شباب فل تركيز فل تركيز على المباراة وانا طبعا اصورهم. اوكي يا عبدو انت عبدو زي ولا انا اتابع بس مو اركز اتابع بس ما اركز. لا 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 قهوتي 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 قهوتي. طيب العبد كيف كانت ليلة امس؟ اوه معليش كيف كانت الليلة امس بالعبد؟ المهم اليوم في قطار مخطط افاجئ العيال فيه، بس في شيء مهم ما قلت لكم عليه. قبل يومين خليت كل واحد من العيال يسحب ورقه فيها وظيفه، والوظيفه اللي تطلع لازم تشتغلها، وعشان اختصر لكم الموضوع حصلت واحده من الوظائف طايحه واليوم بنعرف حقت مين عشان نتصرف معاه. طيب ناخذ الشنطه، كل شيء جاهز، كل شيء نظيف، ما في احد في الصاله خلاص. خليت العيال يروحون كلهم السفينه برا تاكين عشان نرتب المكان وزي كذا، فالحمد لله كل شيء مرتب. عشان ايش؟ اترك المكان افضل من مكان. فكفو. شفتك اليوم الصبح ما سويت شيء الهطف انقلع. مزعج الكلب ذا من امس هو يصايح علينا ما ادري ايش فيه. مشكلة ما يسوي شيء بس كذا يصايح. تعال تعال سوي شيء. والله شو شكله شو. السلام عليكم. فك فك شنطتي ورع. ايوه يعطيكم العافيه على شغلكم ذا. الشباب هنا يلعبون بلوت. البلوت ما احبه عشان الصياح ذا. شفت الصياح ذا؟ عشان كذا اكره البلوت ما احبه. ما فيها مهاره فيها حظ البلوت صراحه. البلوت فيها حظ على وراء صح؟ كيف كانوا صرفوني بسرعه كذا. اللحظه ذي مبزره ولعب مبزره يلعب مهاره. والله الواحد الفاهم فيهم ابو العبد والله حبيبي ابو العبد كان معصف تمدح يرضى على طول. الزبده ها جاهزين؟ يلا طبعا ما نسال وين رايحين صح؟ ما تسال هذا غلط. تسال وين رايحين تنزل على طول. وين رايحين؟ وين رايحين؟ في شيء المفروض يكون هنا. في حاجه المفروض كانت تكون هنا بس ما ادري وين راحت. اليوم سندي يا اليوم سندي والله نسيت. العاده السندي يقفل كل شيء. المفروض هنا انه في قطار في عند البيت ذا والنيه اني كنت باخذ القطار تمشي في العياد لانه السكه مره طويله بس ما ادري وينه. ما ادري وينه بيفشلني. لوس دوغ في كلب ضايع. هذا شكله هرب. هذا ما يضيع ذا. شوف شكله هذا النوع اللي ما يضيع. هذا اللي يطلع يتمشى بنفسه. طبعا هذا المكان الرهيب زي ما تشوفون جنب النهر. $1000 العيال تحدوك. على؟ تنط. والله. تفسخ كل شيء وتنط. والله. تقعد نص ساعة برا. ليش قاعد تصعبها كل شوي؟ حتى يا صعبني. شافني صعبني قاعد يصعبني صعبني صعبني صعبني. كان فيه قطار هنا، فالقطار هذا تيجي بس تركب يمشيك كذا ياخذ فيك فاره كاملة. بس زينا هنا وشكله مبعص الشيء لأن اليوم الأحد فكل شيء مقفل شكله، لأنه ما أشوف أحد فيه. في شيء مهم لازم اقول لكم عليه. حصلت في شيء طايح. ايش الشيء اللي كان طايح؟ وظيفه من الوظائف. واحده من الوظائف كانت طايحه. فهالوظيفه هذه حقت مين؟ من اللي ضيع وظيفته؟ واقول لكم من الحين اللي بتطلع عليه عليه عقوبه. عليه عقوبه. بوريك اياها بس لا تطالع في الشخص. اوكي. لا بطالع الشخص بغلط. يلا قلت اعرفه كنت حاس. واحد اثنين ثلاثة. قوم يا موارد قوم يا موارد. هذا
هذا هو يضيع وظيفته. اتمنى انك تشن على اقصى العقوبات. تدري ايش حالات العقوبه؟ ان كلنا بنشارك فيها. كلنا بنشارك في العقوبه. لا الشعر عند الشرف. لا 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 في خطوط حمراء. في خطوط حمراء. بتكون هنا انت على الفيو، انت بس تستمتع بالمنظر واحنا بنستمتع في الحلاقه. خلاص؟ ايوه. طبعا معنا بابلو، ميزته في الرحله انك كذا ما تشوفه يسوي اشياء، فالحين الحين ما ادري ايش قاعد يسوي بابلو. اوه في كوره طايحه هناك، الله يسطوره. اوه لحظه لحظه، ستوب ستوب، الفار الحكم شوي بقول كلمه. تفضل. ايش الحلاقه اللي تبغاها؟ اريد لحيه وشعر. هذه مو اي واحد يقدر يسويها، هذه بس يعني محترفين. فتخلي الزلف كذا وتحلق من هنا، تعطيها كذا على السريع، تعطيها كذا على السريع. اوكي معلش. ويلا خلص الحلقة. ايه طفت المكينة، طفت المكينة، طفت. اما والله خلاص طالع طالع طالع، لا تفك والله لا تفك. في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. الجوال الجوال جنب الثاني، جنب الثاني. شوف هذه، شوف الحركة. يدك شفت هذه كيف؟ شفتوا؟ جد هذه هي اللي اقول لكم عليها، تخلي الزلف ثقيل شوي. قول لهم اكتبوا تقييمكم في تقييم الحلاقه في الكومنتات. تقييم الحلاقه في الكومنت. حيهم حيهم حيهم، يعطيكم العافيه. سكسوكتنا سكسوك الجامد، ورم السكسوك كذا كذا. يا سلام. طبعا الرحله الى الحين شغاله، تقريبا باقي لنا شوي وخلاص نرجع المدينه. اما زحمه والله الناس واقفين برا، والله مرة زحمة. يمكن بس لاين ما ينتظروا طاولات. بس كابتن شوف الموضوع هل هذا ينتظروا طاولات ولا فقط لاين؟ شفت كيف صار قبل شيء؟ هذول الموظفين، كل واحد وظيفة، كل واحد شاف وظيفته بسرعة وراح يطبقها. يعطيكم العافية. ايش عندكم هنا؟ هي شباب ايش عندكم؟ حبيها تو قاعد اعلم على انستغرام. اما طبعا مونتي كبير، مونتي مونتي مره كبير الشيء لسه شايف. ما اعرف تعرف سناب شات؟ عندك سناب شات؟ توي منزل لنا صدق. مونتي وين يا رجل؟ من كم صار لك؟ من الثمانينات. في امريكا نزل في الدنيا رجل من الاخر. مونتي من الثمانينات وفي امريكا مبتعث. ناني لف من العيال كله، كنت هنا موجود البرثدي حقي. المهم الحياة مرة سريعة، وللأسف يعني الوقت فيها ما حد يقدر يرجع، بس تقدر ترجع تعيشها بالذكريات اللي جربتها. وأكيد يعني مو لازم تسرق أخوياك عشان تسوي شيء رهيب، حاول بس توازن بين وقتك وتجرب الأشياء اللي ودك تجربها. فابدأ من الحين وسوي الذكريات اللي تبغى ترجع وتعيشها. كابتن اقول الصراحه الرحله جدا كانت سيئه، وما طيب اتفق، ما أتفق مع الراي العام. طيب اذا قلت لك انت الوحيد اللي حليت الرحله. هذه الرحلات اللي تكسر. الرحلات هذه الرحلات الزينه.